شفت الكائنات دي مش مكلفين بحاجة، انت اذكى منهم بشكل كبير جدا واقوى منهم بمراحل، وعندك القدرة على التعبير والتصرف بطريقة سهلة جدا. يا ترى ليه احنا بالذات اللي تم اختيارنا؟ وهل وجودهم ليه معنى بالنسبة لنا؟ خصوصا انهم عايشين وسطنا في المدن وتقريبا البيوت كمان. لو بصينا لاصل الموضوع هنلاقي ان التكليف احنا اللي اخترناه بنفسنا. ازاي؟ شوف الآية دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. يعني ربنا عرض التكليف على مخلوقاته وخافوا من التكليف ده، واللي قبل بيه هو الإنسان. يعني يبقى مكلف بعبادة ربنا، ليه جنة ونار ووعي فائق عن باقي المخلوقات عشان يقدر يعمل ده. فربنا كرم الإنسان وفضله عن كتير من مخلوقاته بالفعل. قال عن بني آدم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تفضيل كان بالشكل والقدرة على التعلم والذكاء والسيطرة على الأرض كلها بإذن الله. وكمان ربنا ذلل الأنعام للإنسان يقدر يتحكم فيها ويستفيد منها بإذن الله. طيب ده معناه ايه؟ معناه ببساطة ان الكائنات دي اصبحت مسؤولية من مسؤوليات البشر، وجب على الانسان ان هو يراعيها ويتعامل معها برفق، فبالتالي اصبح في ده تحصيل اجر كبير عند ربنا سبحان الله، وبرضو اصبح في تعذيبها او ضرها ذنب كبير. وهي دي النقطة المهمة. ساعات تلاقي ناس بتستهون بالموضوع ده، لو شاف قطة قربت منه مثلا يضربها باي حاجة، او لو شاف كلب قاعد في حاله كده يرمي عليه حجر او ايا كان بدون سبب. ومعظم التصرفات دي بتصدر من صغار السن، ممكن محدش فهمهم ان ده غلط، او شافوا اهلهم بيعملوا كده فقلدوهم. الاسباب كتير. في حاجة كمان سيئة جدا، تلاقي حد جاب حيوان عنده في البيت لأي غرض وبعدين يحبسه ويأخر عنه الأكل أو الشرب أو التزاوج، ودي أبسط حقوق الحيوان ده. ده لو كده يبقى كان أحسن له يفضل في الشوارع. وللأسف الناس دي مش واخدين بالهم خالص من اللي بيحصل، لأن طبعا الحيوان ده لا هو عارف يتكلم يقول أنا عايز إيه، ولا هم هيعرفوا هو حاسس بإيه. كلنا تقريبا عارفين قصة الست اللي حبست القطة والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إيه، وقصة الراجل اللي سأل كلب فربنا غفر له. يعني الموضوع عند ربنا كبير مش صغير. في ملحوظة بقى مهمة جدا لازم كلنا نبقى عارفينها، ما ينفعش يبقى ربنا قال في القرآن ان هو كرم بني آدم واحنا نيجي نقول عن بعض الحيوانات ان هي احسن من الانسان. طبعا الكلام ده حرام وما ينفعش نقوله. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. سبحان الله، حسنات كتير مجانية الناس بتضيعها كده. يعني رمي لقمة الحيوان في أجر وترويعه في ذنب، فدي حاجة من أوائل الحاجات اللي لازم الأطفال يتعلموها. وطبعا اللي عرف لازم يقول للي ما يعرفش. أبسط حاجة ممكن تتعمل في حق الحيوانات هي إنك تسيبها في حالها، إلا المؤذي منها طبعا بيتم التعامل معها بشكل معين. فلو مثلا حد بيخاف من القطط وما بيحبهاش ما يجيش جنبها وخلاص، مش لازم نفزعهم او نرشهم بالمية او نخبطهم باي حاجة. ده في افعال ابشع من كده كمان وكلنا عارفين ده. عايزها تبعد عنك هشها بشكل بسيط كده، هي هتفهم ان وجودها غير مرغوب فيه او انك ما عندكش حاجة تديها لها. والله فعلا بيفهموا وبيحسوا، ما تستغربش لو شفت طائر بيشرب مثلا، حافظ على سكونك شوية لغاية ما يخلص، لانه ممكن يتفزع من حركتك. حاجات بسيطة والله جدا، لكن اجرها عند ربنا كبير. ممكن مش كل الناس تتفهم الاسلوب ده، او ممكن تلاقي ناس بتسخر منك اصلا. مش مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير، يعني عندهم رحمة وشفقة. فالمهم ان انت ترضي ربنا وتعلم اهل بيتك اللي يرضي ربنا. خليك عارف ان الكائنات دي كلها ملهاش جنة ولا نار، دول ضيوف عندك وشوية وهيبقوا تراب. انما كل انسان هيتحاسب على كل تصرف عمله، ومصيره الابدي هيتحدد بناء على افعاله. فيا ريت نخلينا قد الامانة والمسؤولية، وربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. امين. عرف المعلومات دي لغيرك، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك ان شاء الله. سلام.